الله يرحم والدي، مرة هو قال لي، قال احنا وقت اللي كنا طلبة ما كان عندنا فلوس، ما كان عندنا فلوس للنفط حتى نطالع به بالليالي، وانا اريد اطالع. يقول ليلة الاولى من الشهر والليلة الثانية من الشهر ما اتمكن اطالع في نور القمر، من الليلة الثالثة انا اطالع في نور القمر. يقول فضعفت عيني ضعفا شديدا، ثم توسلت بالسيد محمد في طريق سامراء لعل قسم منكم ذهبي، فشوفيت وصار عيني قوي والى ان مات عيونه كانت قويه. هذا كان عينه كلش قوي، يشوف الاشياء من بعيد بعيد. الشاهد انه الانسان يجب عليه ان يشكر نعم الله سبحانه وتعالى على الشباب والقدره والطاقه والاعضاء السليمه والمجتمع الحر، الدراسه المتوفره والكتب المتوفره.